أهلا بكم متابعي قناة الملوك. اليوم سوف نتكلم عن التأكيل اليدوي للفراخ، الفراخ الصغيرة، وما هو الأكل الذي نقدمه لهذه الفراخ الصغيرة، وأيضا طريقة الأكل، إطعام هذه الفراخ بالسرنجة أو بالملعقة، ويوجد عدة طرق. اليوم سوف نشرح لكم، وأيضا سوف نوضح لكم الأكل المناسب لهذه الفراخ. أولا أنصح باستخدام السيريلاك بالقمح، لاحظوا بالقمح. طبعا يوجد أنواع بالفواكه، وأيضا يوجد أنواع بالعسل. أفضل هذا النوع بالقمح، يعني قمح صافي أفضل نوع للطيور. طبعا كما تلاحظون يوجد عدة فيتامينات وقيمة غذائية في هذا السيريلاك، وهو مناسب. طبعا أنا جربته، لا يسبب إسهال، وهو أيضا مفيد للطيور الصغيرة. هذا هو القمح. وأيضا يوجد خلطات، هذه كما تلاحظون هذه نوعية السيريلاك، لاحظوا هذا السيريلاك. وهذا مجموعة من الحبوب، طبعا مجموعة من الحبوب، تختار حبوب يعني جيدة مثل الدخن، القمح، ونضع بعض عظم الحبار وبعض الفيتامينات الموجودة، ونطحنها في الطاحونة ونصفيها، تعطينا هذا الشكل. طبعا أنواع الحبوب، تختار الحبوب المناسبة للطيور، وكل طيور لها مثلا حبوب خاصة، مثلا الباجي نختار له الدخن والقمح وبعض الحبوب المنوعة، ولا ننسى الفيتامينات، إذا وجد فيتامينات نضع كمية بسيطة، والمهم عظم الحبار، نضع كمية من عظم الحبار ونطحنها مع بعض. هذه هي الأغذية التي نقدمها للتأكيل اليدوي. الآن سوف نشرح طريقة التأكيل اليدوي. طبعا يوجد عندنا أنواع من الفراخ، بعض الفراخ تتقبل الأكل مباشرة، وبعض الفراخ لا تتقبل الأكل. مثلا هذا الفرخ، لاحظوا هذا الفرخ، ممكن أن نعطي هذا الفرخ بالملعقة، لاحظ. بعض الفراخ، طبعا هذا الفرخ يأكل، ولكن الآن يرفض الأكل. بعض الفراخ تأكل مباشرة من الملعقة، وهذا الفرخ يأكل، ولكن الآن مستحيل يأكل. الفراخ التي تتقبل الأكل مباشرة ممكن نعطيها بالملعقة، وبعض الفراخ أيضا تتقبل مباشرة لاحظوا هذه أيضا طريقة أخرى. وبعض الفراخ لا تتقبل نهائيا، لا تتقبل الأكل نهائيا، نستخدم هذه الطريقة. طبعا سرنجة من الصيدلية، ونستخدم هذه الجلدة، ضروري جدا تكون نوع من السيليكون أو من النوع الرطب، حتى لا تعور الفرخ في الحلق. طبعا إذا كان الفرخ لا يستجيب للطعام نهائيا، نستخدم هذه الطريقة، نمسك الفرخ في اليد اليسار، والسرنجة تكون في اليد اليمين. نفتح، ركزوا، ندخل
السرنجة في اتجاه الصباع الكبير، هذا الصباع الكبير، لاحظوا هذا الصباع، دخل السرنجة في هذا الاتجاه. طبعا هذه الطريقة للفراخ التي لا تتقبل الطعام مباشرة، ولكن عندنا هذا الفرخ يتقبل الطعام بالملعقة، وأيضا يتقبل الطعام بهذه الطريقة. وأيضا هذه الطريقة نستخدمها لفراخ الكناري. ما شاء الله تبارك الله، اللهم صل على النبي. لاحظوا هذا، ونتمنى لكم الفائدة، وإن شاء الله تكون المعلومة وصلت، وإن شاء الله لم أنسى أي معلومة، يعني أي معلومة يكون نسيتها، إن شاء الله كل المعلومة مكتملة. هذا، ونتمنى لكم الفائدة، وإلى اللقاء في مقطع قادم إن شاء الله.